أهلا ومرحبا أصدقائي صديقاتي لكل عاشقات الأصالة المغربية. جبت لكم اليوم تشكيلة جد رائعة من الجلابة المغربية العصرية مخدومة بالطرز الفاسي، وكان اللي تعرفوا باسم طرز الغرزة أو طرز الحساب. هذه التشكيلة فيها رشمات أقل ما يمكن أن نقول عليها أنها رشمات جد رائعة، وهي رشمات دارجة على الموضة في السنوات الأخيرة. فإن كنت سيدتي مهتمة وكتعشقي الجلابة المغربية بحالي، شاهدي هذه الموديلات الأنيقة والعصرية اللي اختارت لكم. نتمنى تعجبكم هذه التشكيلة، وما تنسوش مشاركة الفيديو مع الصديقات. شكرا وفرجة ممتعة.